ضروري ما تجربي هذه التحلية اللي كتجي لذيذة وبنينة وغادي تنفعك في السهرات الرمضانية او لا في الفطور ولا السحور ولا بلا رمضان. دابا كاين الديسير موجود، جربوها وردوا عليا الخبر بواحد النكهة اللي كتجي زوينة بزاف بزاف. ففي كاسرونة غادي ندير يطرو ديال الحليب، غادي نضيف ليه جوج معالق ونص كبار ديال النشا، غادي نولي نضيف ليه واحد جوج ساشيات ديال السكر المعطر بالزهر، نخلط كل شيء مزيان مزيان. وهنا راه بشأبع عليا المقطع اللي فيه يمكن السكر، البنات غديروا جوج معالق كبار ديال السكر. صافي حركته مزيان، درتو فوق البوطه حتى غلا ولا تقال. دابا غادي نفرغوا في الكؤوس ولا اللي اي حاجه عندكم اللي كديروا فيها الديسيرات ديالكم، وما نعمروهمش، نديروا فيهم غير النصف. فراه هاد الكميه خرجت ليا 8 ديال الكؤوس. الا بغيتوا ديروا غير نصف المقادير ديروا نصف المقادير، يعني غير نص سترو الحليب. صافي من بعد ما غادي نحطو في الكؤوس غادي نخليه حتى يبرد ويعقد. عرفتي راه كيجي بحال المهلبيه، واعر 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 بالنكهه ديال الزهر. جربوها، كنتمناكم تجربوها الديسير لانه فعلا عجبني بزاف. فنتمنى حتى نتوما تجربوه وتردوا عليا الخبر. دابا غادي نخليه حتى يبرد غير في المطبخ وغادي يعقد ويشد راسو. هنا من بعد ما عقد خديت الديسير اللي عندي، المهم انا كان عندي غير تفاح بنان فخيز، درته ودرته كطبقه ثانيه فوق هذيك الطبقه ديال الكريمه البيضاء. اولا المهم جات لا تيكستور ديال الكريمه بحال المهلبيه، ماشي عاقده كي الخبزه. صافي وحطيتهم على جنب. خديت هنا جوج كيسان ديال عصير البرتقال. للامانه انا درت فلون هذا فاني، ولكن نتوما ديروا غير هذاك فلون ديال الشينوا ديال درهم. درت جوج كيس ديال فلون فاني مع جوج كيسان ماشي عنبه، غير جوج كيسان صغار، ودرت معاهم جوج معلقات ديال السكر. خلط كلشي مزيان وغنديروا فوق النار حتى يغلى. من بعد كنبدا نفرغوا فوق هذاك الطبقه ديال الفواكه، وغادي من بعد ما نكمل غادي نخليه يبرد ليا مزيان مزيان حتى يجمد في الثلاجه، ونقدموه بالصحه والراحه. كيجي بنين عصير البرتقال مع الطبقه البيضاء بالزهر، وداك الديسير جا واعر بزاف. دخلته الثلاجه برد وقدمته لكم هنا قبل ما المهم كانوا عندي صحاب ولدي ودرتو ليهم قبل ما يدخلوا. صورته لكم دغيا باش تشوفوا كيف كتجي لا تيكستور ديالو. الناس اللي كيسولوا على هاد لي بول اللي درت فيهم التانيين الديسير، هادو بالضبط خديتهم من ساكا كويزين، عندهم في الاحجام، عندهم في الكؤوس، عندهم بزاف. جربوها وردوا عليا الخبار وبالصحه والراحه. هاد العصير غادي ينفعك بزاف بزاف، كيخرج كميه كثيره للفطور ديال رمضان. ضروري يكون معك حاضر في الطبيله ديال الفطور. فكل ما غادي نحتاج جوج حبات ديال البرتقال، جوج حبات ديال الحامض اللي كنقشر ليهم، كناخذ ليهم شويه من هذيك القشره ديال الحامضه. شفتوا ماشي ديال جوج حامضات، غير قشره ديال الحامضه وقشره ديال البرتقاله. نحاولوا ما نوصلوش لهذاك الابيض بزاف. وغادي نحتاج جوج حبات ديال التفاح اللي مقطعاهم ومنقياهم. طبيعه الحال غادي ناخذ الحامض غادي نقيه، وغادي نحيد له داك القشره البيضاء لا بقات، وغادي نحيد له العلفه ديالو ضروري باش ما يطلق ليش المروره. من بعد غادي ناخذ حتى البرتقال نقطعه نقيه. الا كانت فيه ديك القشره البيضاء اللي كتكون في الوسط داك العرق نحيده، الا كان فيه حتى هو شي عظيمات ضروري نزولوهم. التفاح راه عندي منقي طبعا، بغيتو ما تنقيوش ما تنقيوش، تتصفيو وراه يتصفى. هنا غادي ندير كل المكونات، يعني البرتقال الحامض والتفاح في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وغادي ندير هذوك القشور حتى هما. نضيف التفاح وغادي نضيف طبعا السكر كيبقى على حسب الذوق. هنا درت يطرو ديال الماء المره الاولى، درت جوج مقيرطات ديال السكر، ممكن ديروا جوج معالق وكيبقى على حساب الذوق. المهم المره الاولى درت يطرو ديال الماء. صافي غادي نطحن كلشي مزيان مزيان حتى يتخلط مزيان كيف كتشوف. هنا فاش تيتخلط
يتطحن ليا مزيان كيف قلت لكم، ضروري يتطحن مزيان. هنا غادي ناخذ الصفايه وغادي نحاول نصفيه، لان دوك القشيرات واخا يطحنوا تيبقى شويه ديك الحبيبات ديالهم، واخا يبان لكم راه زعما ماشي بقات شي حاجه في العصير يعني في التخت ديالو، ضروري تصفيوه. ومن بعد غادي يولي نضيف يطرو ديال الماء اخر. صافي نعاود نصفي كل شيء مزيان مزيان. وكيف قلت لكم الحلاوه راه على حساب الذوق ديالكم، واش تتبغيو حلو بزاف، واش على حسابكم وحساب وليداتكم. وها العصير ديالنا واجد، حتى تقربي تحطي الطبله الفطور تبقى 5 دقائق وجديه وقدميه بارد. ضيفي ليه الثلج، يعني انا هنايا حيت كان كلشي في الثلاجه وكنقدموه بالصحه والراحه، راه كيجي لذيذ ومنعش ومبرد للعطش، سواء في رمضان وبلا رمضان. دابا الحامض موجود، البرتقال موجود، التفاح راه كاين. المهم راه الديسير اللي كيكون هذا في الدار عاده، ماشي شي ديسير اللي غالي ولا شي حاجه. فنتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر. وعواشركم مباركه مسعوده، تدخل عليكم بالصحيحه والسلامه، وكل متمنى ومزيد من الطاعات والتوفيق الرزق باذن الله والصحه والراحه.